هكذا بدأ مشهد الافتتاح في حفل ختام أيام ملتقى الجوقات السورية، حيث قدم كورال جوقة مار أفرام السرياني البطريركية بقيادة شادي سروة مقطوعات من التراث الشعبي السرياني. كما قدمت الجوقات العشرة عملها المشترك بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان عبر أربعة مؤلفات كورالية من أنماط مختلفة. ملتقى جميل للغاية، يعكس التنوع اللغات الموسيقية وتنوع الأداء الموسيقي في كل المحافظات السورية. لدينا 10 جوقات أتت من حوالي 5 أو 6 محافظات، لكل منها أسلوبه، لكل منها طابعه المميز، ولكنها كلها تتناغم الأصوات فيها. وأجمل ما في هذا اللقاء أن حوالي 250 منشد في هذه الجوقات من الشباب ومن الكبار في السن، حتى فرقة حلب لاحظتم جوقة حلب فيها كبار في السن، وهذا جميل جدا ومميز وأداؤهم رائع. كلهم تلاقوا وتعارفوا وتناغموا فيما بينهم. في فرح يمكن سيران بالثقافي، وقت تجيب الناس من 6 محافظات على دمشق تقول له أنت جوقة بمدينتك معروف، برات مدينتك لا، توقفوا على خشبة دار الأوبرا مرتين أو 3 وتقول له قول وسمع، بيكون طاير عقله. كيف إذا في برامج ترفيهية وأشياء حلوة ورقص للصبح؟ هذا بيجعل من الملتقى مهرجان فرح، لكنه مهرجان ثقافي، مو مهرجان تسلية مجانية. كل جوقة من الجوقات، 6 جوقات اللي من خارج دمشق وال4 جوقات الدمشقية قدموا حفل خاص فيهم. الملتقى بيضيف كتير، أول شيء في أجواء اجتماعية كتير حلوة، أوقات مشتركة طويلة، تعرف على ناس جداد، تعرف تجارب جديدة، الواحد بيستفيد من خبرة غيره، كل واحد بيسمع غيره شو عم يشتغل كتوزيع كأداء، بيصيروا بيكتسبوا وبيكتشفوا أشياء جديدة. يعني يمكن كل كورال حسب خبرته، حسب اطلاعه، حسب عمر تجربته بتفرق. يعني هي من ناحية الفنية ومن ناحية الاجتماعية هالشي يعني كتير حلو. أصواتنا عدا اندمجت بمستوياتها المختلفة لتشكل مزيجاً وترسم لوحة فنية مميزة لمسرح موسيقي كورالي ضم 10 جوقات موسيقية متنوعة من كافة المحافظات السورية، جمعها حفل ختام ملتقى جوقات سورية في نسخته الثانية والذي أطلقته دار الأوبرا برعاية وزارة الثقافة. الملتقى كان فرصة كتير مهمة وغنية لكل الجوقات اللي بسوريا لحتى يلتقوا مع بعض هال4 أيام، يتبادلوا الخبرات، يتفرجوا على عروض بعض ويعملوا عرض مشترك. كتير خبرة غنية لكل الجوقات. كتير التجربة هي السنة متميزة أكتر، متبلورة أكتر، بتحسي كان فيها تبادل خبرات، تبادل أكيد تعارف بين الجوقات. على مدى 3 أيام نحن ورشات عمل، نقدر نعيش البرنامج من الصبح للمساء مع بعض، نقدر نتبادل الخبرات، نشوف كيف تقنيات الأداء الصوتي، أداء الكورالي يلي منقدر نحن نكتسبه أكثر بالخبرة المشتركة من المحافظات المتعددة. الملتقى يهدف إلى الحفاظ على مختلف المكونات الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية، ويعتبر التنوع التراثي الغني جزءاً من عملية توثيق التراث اللامادي بهدف حمايته وصونه للأجيال القادمة.